معنا سلسبيل بدوي من حي زيتون شرق مدينة غزة ونازح على رفح. نزحتي لوحدك بدون الأهل، يمكن صعب جدا لحتى الآن بعد شهرين إنك ما تعرفي أي أخبار عنهم. يمكن الأهل كانوا حابين إنك تطلعي وعلى أساس إنه يلحقوكي بعد، ولكن ما زبطت الأمور. احكي لي عن قصتك. لقيت أهلي بعتوني قالوا لي يا سلسبيل بنلحقك. قلت لهم طيب عشان خايفين علي قالوا لي روحي. رحت. وين رحتي وكيف؟ طلعنا من غزة، آخر ليلة في غزة كانت صعبة، كانت يوم جمعة. دخلوا الاحتلال الصهيوني على اللهم صل على سيدنا محمد على الصبرة. لما دخلوا على الصبرة أهلي وأهلي راحوا على الدار، دار عمارين. قالوا لي روحي، أمي قالت لي روحي معاهم وحنلحقك. أنا وصلت وين؟ وصلت خان يونس. اتصل علي أبويا قال لي إنه أخوك الصغير صاب بحالته خطيرة. بعد ما قال لي انه حالته خطيره يعني حكى معي قال دير بالك على حالك اطمن حنلحقك. قعدت سكروا الحاجز اليهود، ممنوع انه حد يطلع على الجنوب خالص. بعد ما قالوا ممنوع حد يطلع على الجنوب، ابوي قال لي لما اتصل علي قال لي بقدرش الحقك. لما قال لي بقدرش الحقك توجهت مع الناس يعني جنب خان يونس، قعدنا بس يعني من غير اهل الدنيا ولا حاجه، لخبطه بلخبطه كل هالدنيا. اجانا على خان يونس، لما بعد خان يونس اتوجهنا على رفح. بعد رفح قعدنا مع الناس، بعدين الاستاذ اسماعيل لقاني وخدني. هلا الك شهرين بدون الاهل، بدون الام، بدون الاب، بدون الاخوه، احكي لي عن وضعك هان وانت لحالك، اكيد انت بحاجه لوجودهم بجانبك. انا نفسي اني ارجع على غزه، ارجع مكاني عند ابويا وامي واخوتي، ما بدي اشي غير هيك. ولحتى الان ما حد راير اهلي ولا حد بتواصل معهم ولا حد ما عارف عنهم حاجه. يعني اللي شهرين ونص سنة ثلاث أشهر لا بعرف إيش عاملين في الدنيا.